انخليت بليت. دائما بنسمع هذا المثل بس ما بنعرف شو قصته ولا ليش انحكى ولا كيف انحكى. قصة هذا مثلا انه كان في تاجر بالسوق كبير ومعه مصاري كثير، بس كان متكبر على الناس وما يتعامل مع حدا. مضت الايام وبيوم من الايام خسر كل تجارته وصفى ما معه ولا اشي. فقعد بالبيت وكان في بالبيت عيلته ومعهم امه. وقعدوا بالبيت وصلوا لايام ما عندهم اشي ياكلوا. بيوم من الايام اجى عندهم واحد جاب لهم اكل وطعام وشراب، مو بتكفيهم ممكن تقريبا شهر. فهو كثير استغرب من انه كيف اجى عندنا حدا وجاب لنا اكل وانا ما كنت اساعد حدا ولا كنت احكي مع حدا ولا اسلم مع حدا. فبتسال امه وبتحكي له شو مالك ليش مستغرب؟ حكى لها انه يعني انا مستغرب انه ما رغم اني كنت كل اللي كنت اعمله بالناس واجى ناس ساعدني. حكيت له الدنيا لسه بخير وانخليت بليت. لما بدنا نربطه عرض الواقع نطبقه عرض الواقع نقدر نحكي انه التعميم والحكم المسبق على الناس من اخطر القضايا اللي ممكن نواجهها، وانه نحكم على ناس او نعمم عليهم بسبب تصرف فرد منهم، هيك احنا بنكون انظلمنا كثير ناس.